السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمبين أيه فين إن شاء الله. We did not attend your lesson today, so said we were supposed review last deed from Surah At-Talaq. Excuse me, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وأتمروا و this is Hamza you see وأتمروا no this is wrong وأتمروا بينكم بمعروف وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرنا وكان عاقبة أمرنا خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فاستعيا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض You see, Allah الذي خلق سبع سماوات طباقا. No, طباقا. This is Surah Al-Mulk. Here, this is Surah Al-Talaq. Allah الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. Okay, baby. Speak, inshallah. Your homework. And after tomorrow, we will revision all Surah Al-Talaq, inshallah. After that, we will talk inshallah new surah
أمي الله يكسب يور ديز. السلام عليكم ورحمة الله.